كنتش متخيل ان انا اقع في مشكله واكلم حضرتك. ربنا يا ابني يعافيك من مشاكل، اتفضل. امين. انا مقيم في السعوديه من حوالي 15 سنه كده. كان زوجتي واولادي موجودين معانا هنا في السعوديه لظروف معينه، نزلوا في مصر من سنتين 3 سنين. اوكي. العلاقه كانت بيننا يعني مش هقول لك مثاليه، لا ممكن يكون فوق المثاليه بشويه. سامعنا حضرتك؟ سامعاك. الحاجة اللي هي كانت عايزاها بتلاقيها من غير ما تطلبها، الحاجة اللي أنا كنت عايزها كنت بلاقيها من غير ما أطلبها. عايشين كأسعد زوجين في العالم كله. تمام، الحمد لله يا رب. الحمد لله. نزلت الصيف اللي فات، بعد ما نزلت الصيف اللي فات بعد ما جيت كده في حاجة غريبة مش طبيعية. يعني كأي واحد مكاني يبدأ يدور يبحث يشوف ايه المشكلة، ما اعرفش ايه. اتصدمت ان هي على علاقة بواحد تاني. إنا لله. اتأكدت منين ولا مجرد إحساس؟ يعني شفت بعينك؟ لا لا اتأكدت. ازاي؟ شفت شات يعني؟ مكالمات التليفون. انت عملت مراقبه على خط التليفون وجات لك المكالمات؟ ايوه. وسمعت هي بتقول ايه؟ لا انا ما سمعت الصوت بس جات لك المكالمات، مكالمات بالساعات ممكن في لحد من الجيران. كلمتها واجهتها؟ واجهتها طبعا. في الأول أنكرت، لا ده هي المشكلة إن هو يعني مش حد مناسب مثلا الواحد يخاف منه، يعني مثلا إحنا كناس متعلمين، هو لا واحد جاهل أصغر منها عنده توك توك يعني من العالم اللي عايشة الجو ده يعني. لقيتها على علاقة بيه، بيتكلموا مثلا من الساعة 6 الصبح من ساعة ما تقوم من النوم لحد الساعة 12 بالليل كل يوم، حوالي أكثر من 20 مكالمة. قالت لك ايه لما واجهتها؟ احنا على فكرة على فكرة احنا عندنا 4 عيال. عندنا 4 عيال. انا اول ما كلمتها قالت لي لا انا ممكن احتاجه بحاجات مثلا يجيب لي كذا، محتاجة مشوار ما اعرفش ايه الكلام ده. قلت لها لا الكلام ده مش حقيقي، المشوار وحاجة ديت مش هتاخد مثلا مكالمات 20 مرة في الليل. في الاول انكرت. ما عرفت بقى الواقع وعرفت ان انا جبت سجل المكالمات. غلطة وسامحني وما اعرفش ايه والكلام ده كله. اعترفت يعني؟ اعترفت. ما دام انه في دليل ما فيش انكار. عملت انت ايه بقى؟ سامحني وما سامحنيش ما اعرفش ايه. انا طبعا حصل ده يعني انا ادي لي اسبوع كده في ايه في القران، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انا ما قصرتش معاك يا بنت الحلال في اي حاجه طلبتها في الدنيا. بالعكس وانت برضه نفس الكلام، يعني انا كنت شايفك وانت شايفاني. تمام. ايه اللي يحصل كده؟ لا هو من غير سبب، بدون اي سبب. مره تعيط، لا انا ما كنتش واعي انا غلطت. قلت لها ازاي تعمل يعني انت ما يعني ما شفعش ليك جوزك وحبك لجوزك او عيالك اللي موجودين معاك، يعني ازاي انت تكلموا واحد غير ابوهم وعيالك موجودين معاك يعني؟ ما قالت لك ايه؟ مش حاسه انه انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش واعي، انا ما اعرفش عملت كده ازاي، ما اعرفش ايه، نعيط شويه ما اعرفش ايه، نشد شويه، انا اتكلم بالراحه شويه لحد ما ننزل ونشوف حل للموضوع. طبعا عملت انا إيه؟ نفسيه يعني احيانا بنشد مع بعض احيانا طبعا انا منعتها من الخروج من البيت خالص، منعت التليفون، منعت حاجات كتيره جدا. ماشي. شبه انها موجوده في سيل عشان ما اطولش على حضرتك بس. لكن انا مش واثق فيها اي حاجه، حتى لو كده، حتى لو انا قافل عليها باب اوضه انا مش واثق فيها خلاص. وخصوصا ان انا يعني مغترب عنها، يعني هي في بلد وانا في بلد. يعني المغترب ده عايش على امل انه في واحده وراه سند ليه تعمل له كل حاجة وشايفة مصلحته والكلام ده كله. هل ده هفوة مثلا؟ ممكن يحصل هفوة زي كده؟
اي نعم انا حلفت على مصحف انه ما في اي حاجه غير الكلام بيننا، ما فيش اي حاجه تاني. حتى وان كان الحلفان بيني وبين نفسي انا ممكن اقول ممكن اللي تعمل كده انها تحلف عادي. زي المثل اللي بيقول قالوا للحرام يحلف، قال لهم جالك الحرام. لا لا لا، طيب قول لي سؤالك ليا ايه يا عبد الله؟ سؤالي ليا انا الوقت كده مشتت جدا، مش عارف اخد اي قرار في اي حاجه. الموضوع ده بقاله كتير؟ ايه في الحاله دي؟ الموضوع ده له تقريبا ممكن شهر. طيب انت اولا يعني لسه ما خدت حصل في الموضوع ده؟ مش متضايق، بس انا كلمه متضايق دي حاجه سهله، انا في حاله نفسيه زي الزفت، بالاضافه ان مخي ما بيخسرش ثانيه. حتى وانا نايم كوابيس، حتى يعني بندمر نفسيا بمعنى حرفيا. طبعا. طيب اسمعني اسمعني يا عبد الله، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا هقوله ويفتح قلبك يا رب اللي انا هقوله. اولا يعني انا بحييك على كذا حاجه، وادعو الله سبحانه وتعالى يثبتك على كده. اولا ما هتكتش ستر زوجتك، ثانيا اتصرفت وخدت قرارات لمنع الامر ده، ثالثا حصل حوار بينك وما بينها، رابعا ما خربتش البيت، بس وجع الخيانه وجعك. وجع الخيانه ان مطحون، عمري ما حوشت عنكم حاجه، انا بعمل اللي انتوا عايزينه. انا لو طلبتوا حاجه من نجمه بجيبها لكم، متغرب علشانكم. فالاصل ان انا سايبك في المكان علشان تبقي انت بدالي وظهري وكذا، مش متوقع لا خيانه ولا متوقع ان ده يحصل منك. فانت مصدوم؟ اه، انت في واقع صدمه حاليا. لكن بفضل الله عرفت تاخد قرارات صح، وانا احييك عليها. شوف انا مش ببرر ليه عملته، ماشي؟ انا مش ببرر خالص. لكن ولا اقول مثلا انت مقصر افتري عليك يا ابني او كده ابدا. ولكن بعد الزوج احيانا برضه مش تبرير ولا ان شاء الله لو كان مقصر لا يعتل الزوجه ابدا، تقصير الزوج لا يعتل الزوجه ابدا حل انها تخون او تضيع او تكلم او ابدا، ولا مبرر لا ليك ولا ليها. لكن الغربه، البعد، حد ذئب من ذئاب الليل استغل امره او احتياجها او انزل هات لنا او تجيب له مشاوير او يوصل كذا او دخل من الشباك، هي غلطت؟ اه غلطت. لكن حلفت وقالت وندمت وتابت وغلطه وسامحني وعيالي وبيتي، ساعات كتير جدا بل وخصوصا عند النساء الصدمه بتفوق، الصدمه بتفوق. ايه ده بيتي هخسره؟ ايه كده؟ وكلام، مجرد كلام، تقول لك ده كلام في الهواء، ده نت وراوتر، ده كلام في الهواء. اه بس يأذي جامد جدا. وزي الاذيه لما بنقولها بتحصل في قلب الزوج، برضو بتحصل في قلب الزوجه لو شافت زوجها بيكلم واحده، الاثنين نفس الالم، نفس الكسر، نفس الخذلان. فانا ادعوك انك اولا ما تسيبش الذكر والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من بقك ابدا الفتره دي، هتعينك جامد. رقم اتنين خليك ثابت انفعاليا كده زي ما بتكلمني، وما تاخدش قرار على الغضب او اللي حصل يهد بيت. انا عايزه اقول لك ان ممكن حاجه زي كده تخليها فعلا طول عمرها يعني شايفه فضلك وشايفه خيرك وشايفه كذا، وتبقى فعلا يعني يصلح حالها. الله اعلم لو حصل انفصال اربع عيال ومين هيشيله كذا، او لو هي خدتهم وانا بأصرف عليهم انا لا، ليه ليه؟ نسامح، والمسامح ربنا، نسامح ونعفو عنها المره دي ونديها فرصه. لكن اقسم، وتقول لها كده اقسم يمين بالله عز وجل، لو طلع منك اي حاجه تاني الامر تعتبريه منهي من دلوقتي، واعرفي ان ده يمينه ويمين احاسب عليه. مفيش راجل يستحمل كده، زوجتي بتاعتي ملكي حلالي، محدش يبص لطرف، ده الراجل السوي. فكون ان انا هسامح على حاجه زي كده، انا عايز المقابل امان وحمايه وعفيفه طاهره حافظات للغيب بما حافظ الله. وخد بنا واقروا الفاتحه على كده، وشهدوا ربنا وعهدوا ربنا على كده، وادعوا الله سبحانه وتعالى يعني يفرج كربك ويحصل لك بيتك ويحافظ على زوجتك وعلى عرضك وعلى شرفك وعلى بيتك وعلى عيالك ويطيب قلبك. عندي بس اخر نصيحه ليك، معلش سامحوني،
اخر نصيحه ليك، هيجي الشيطان يوسوس. هو بص يا ابني الجزئيه دي بالذات الشيطان شغال عليها قوي، في حدث حقيقي، انت مش بتفتري، في حدث حقيقي هيجي يوسوس، فتفتكر فتسمع الكلمه يا نهار ابيض ده 20 مره ده كده، وتعمل قوم اعمل طاعه، استغفر الله ومتوضى واعمل طاعه، صلى الله عليه وسلم سبح صلي ركعتين اعمل طاعه عشان يبطل. لو كل ما هيوسوس لك هتعمل طاعه، اقسم بالله ما هيوسوس لك، يقول لك لا ده انا اسيبه كده اسيبه كده ولا يوسوس له ولا بتعليق، لانه عايز يحزنك ليحزن الذين امنوا. ده غايه الشيطان، الوسوسه والخواطر دي اللي بتجيلك هتقتلك وتتعبك. ساعه ما تيجي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مره، قوم صلي قوم اعمل قوم اتوضى قوم طلع صدقه، مش هيجيلك تاني. واقطع التفكير والاسترسال في الفكره، اقطع واتبعها بعمل صالح والدعاء. ما تسيبش الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر ذنبك فهمك فيك الله عز وجل هذا الامر. وادع دائما باسم الله الحافظ الحفيظ واسم الله الستير، يستركم يا رب ويستر اولادكم اللهم امين. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا عبد الله.